يشعر البعض بنبضات غير عادية والبعض الآخر يشعر بنبضات متسارعة وفي غير وقتها، وأحيانا لا يكترث البعض بها ولكنها قد تكون مؤشرات لأمراض خطيرة. حول اضطرابات نظم القلب يسعدنا في بلسم استضافة الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية. حياك الله، مرحبا بك ضيفنا في برنامج بلسم. الله حييك ومشكورين على الاستضافة. دكتور عبد الله، تسارع في دقات القلب، تباطؤ في دقات القلب، وفي نعم. دقات يسمونها المهاجرة، كلمنا عنها أكثر. نعم، طبعا بالنسبة لنبضات القلب عادة تكون ما بين 60 نبضة في الدقيقة إلى 100 نبضة في الدقيقة. فإذا طبعا النبضات كانت أقل عن 60 يكون في تباطؤ. وطبعا التباطؤ في أسباب تباطؤ نبضات القلب، وإذا طبعا النبضات تكون فوق 100 هاي يسمونها تسارع. وفي طبعا أسباب تسارع نبضات القلب. عادة النبض يكون بين 60 وبين 100. هذا الطبيعي، هذا معدل الطبيعي لدقات القلب بشكل عام. بالضبط، نعم. لما الواحد يحس بالنبضة هاي طبعا تقلص القلب، أنت يعني تحطين إيدك مثلا في مكان النبضة هاي يسمونه تقلص القلب، القلب يتقلص، وهذا التقلص يسبب يعني تدفق الدم من القلب إلى الجسم. ومهم جدا ان النبضات تكون طبيعيه. في طبعا في حالات يكون في متباطئ مثل ما ذكرنا، وفي حالات التباطؤ يحتاج يعني اذا كان المرض يخص القلب، في مشكله في القلب، بعض الحالات ممكن تسبب مثلا دوخه مثلا او تسبب فقدان في الوعي، وممكن يكون سببه مشكله في القلب نفسه. وفي هذه الحالات يحتاج المريض تركيب جهاز اللي هو منظم لضربات القلب. هذه تعتبر أسباب الاضطرابات في نظم القلب دكتور بشكل عام؟ في أسباب أم عوامل وأعراض؟ لا، الأعراض طبعا من أهم أعراض تباطؤ ضربات القلب اللي هو الدوخة. إن شخص يحس بدوخة. لكن شو أسبابها دكتور عبد الله؟ ليش يصير تسارع في نبضات القلب أو تباطؤ في نبضات القلب دقاته؟ بالنسبة للتباطؤ في أسباب كثيرة، في أسباب لها علاقة بالقلب وفي أسباب ما لها علاقة بالقلب. الأسباب اللي هي ما لها علاقة بالقلب يكون مثلا في، وبعدين هاي تقسم إلى أسباب فسيولوجية وأسباب غير فسيولوجية. يعني مثلا الشخص اللي يقوم بمزاولة الرياضة بشكل يومي ويكون مثلا يعني نشيط بالنسبة للرياضة يكون عندنا نبضات بطيئة، وهذا شيء طبيعي. في طبعا أسباب مرضية، ومن أهم الأسباب اللي هي بطء أو مثلا نقص في إفراز الغدة الدرقية. هاي ممكن يسبب، أو خمول في الغدة الدرقية يسبب تباطؤ. الجو البارد مثلا يسبب تباطؤ في نبضات القلب، دقات القلب. نعم، في بعض الأدوية اللي يتناولها النورون المرضى أدوية ترتفع ضغط الدم، ومن أهمها مثلا الكونكور مثلا، ها ممكن يسبب تباطؤ في ضربات دقات القلب. نعم، نحن تكلمنا عن تباطؤ دقات القلب، وعلى هالطاري شو هي الأعراض، شو الخطورة أو الحالات اللي ممكن يسببها موضوع تباطؤ دقات القلب دكتور؟ طبعا التباطؤ إذا كان مثلا تباطؤ بين 60 إلى 50 ممكن ما يسبب أعراض. إذا النبضة وصلت أقل عن 50 في الدقيقة المريض بيحس مثلا بدوخة، ممكن يحس بتعب، ممكن يحس مثلا أو يصير عنده فقدان في الوعي. هاي الحالة تكون حالة خطيرة، ولازم نحن نعرف شو سبب التباطؤ. وبالنسبة لتسارع دقات القلب شو هي أسبابها دكتور عبد الله وشو خطورتها؟ نعم، التسارع ممكن يكون تسارع طبيعي، ممكن يكون مثلا الشخص عنده مثلا حمى يصير عنده تسارع طبيعي، المرأة الحامل مثلا يكون عندها تسارع طبيعي، الأشخاص اللي عندهم فرط في الغدة الدرقية يكون عندهم تسارع، الناس اللي عندهم أنيميا مثلا أو فقر الدم يكون عندهم تسارع. فهذا التسارع تسارع ما له علاقة بالقلب، لكن في أنواع تسارع
يكون تسارع خطير ومن مشى قلبي. يعني مثلا تسارع لسبب رجفان الأذيني. طبعا نحن نعرف أن الأذين يصير تقلص في القلب إذا أراويكم النموذج على القلب هذا. طبعا هذا البطين القلب اللي هو طبعا التقلص البطين هذا يسبب يعني أو تدفق الدم للجسم وهذا الأذين. الأذين عادة يصير له أيضا تقلصات و 25% من الدم ينتقل من الأذين للبطين. فإذا كان في مشكلة في الأذين مثلا في رجفان أذيني اللي هو البطين ما الأذين ما يصير في التقلص فيكون في مثل يعني رجفان أو خفقان في الدم ما بيروح للبطين وبالتالي يقل نسبة الدم من البطين للجسم وهذا طبعا يسبب مشاكل منها فشل القلب مثلا القلب ما بيشتغل بشكل طبيعي. غير هذا المريض يكون معرض أن يصير عنده تجلطات في الدم وها ممكن يسبب سكتة دماغية ممكن يسبب شلل فهي المسألة يعني مهم جدا خطورة عالية. نعم طبعا أهم شيء في العلاج التشخيص الصحيح صحيح. كيف يتم تقييم الحالات المرضية دكتور عبدالله؟ أول شيء الفحص الكلينيكي مهم جدا. أنزين. تاريخ المرضي للمرض مهم. بعدين نفحص المريض نشوف النبضات كيف وفي طبعا أجهزة قياس النبضات نشوف ضغط الدم للمريض. بعدين نشوف مثلا إذا في أسباب ممكن ظاهرة أسباب منها طبعا مشكلة الغدة إذا كان الغدة بارزة مثلا وفي تضخم ممكن نستنتج أن سبب التسارع هو زيادة إفراز الغدة الدرقية. وبعدين نحن نسوي عدد فحوصات دم مثلا نشوف إذا المريض عنده أنيميا إذا عنده فرط في الغدة الدرقية مثلا تحاول تعرف شو هو المسبب الحقيقي سواء لتسارع أو تباطؤ دقات القلب. بعد التشخيص دكتور عبد الله نبتدي الخطة العلاجية. صحيح. كيف تقرر الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة؟ نعم هذا يعتمد على المرض الموجود. يعني مثلا إذا الشخص عنده تسارع وسببه زيادة أو فرط في الغدة الدرقية المريض يعطى أدوية مضادة اللي هي زيادة الهرمون الغدة الدرقية. احنا نتكلم عن التدخل الدوائي. الدوائي دكتور. نعم. باستخدام الأدوية. أدوية نعم. فمهم جدا نحن نعرف شو السبب. إذا كان السبب مثلا مشكلة في الجسم نعالج السبب هذا. إذا كان مشكلة في القلب ضروري نعرف شو نوع التسارع. ونحن ذكرنا في أنواع كثيرة تسارع. في تسارع طبيعي. في تسارع سبب الرجفان الأذيني في تسارع سبب الرجفان أو تسارع البطين ففي مهم جدا احنا نعرف شو نوع التسارع عشان نقدر نعطي العلاج. أول شيء نشوف شو السبب نعالج السبب بعدين في أدوية ممكن نعطيها حق المريض اللي هي تعالج التسارع الموجود. وإذا ما نفع العلاج بالدواء دكتور عبدالله تلجؤون الحين للجراحة أو استخدام بطارية أو أجهزة معينة تزرع تكلمني بالتفصيل عنها. نعم طبعا التسارع عادة التسارع يعتمد شو السبب. معظم أنواع التسارع يتم علاجه عن طريق الدواء. في أنواع من التسارع مثلا اللي هي التسارع البطين ممكن يشخص عن طريق القسطرة نعرف شو نوع التسارع وين موجود التسارع هذا وممكن حرق الجزء الموجود اللي مسبب الكهرباء الزايده في كيف يعني الجسم. دكتور يعني تحرقون الجزء عن طريق القسطره نشوف عن طريق القسطره. نعم. يعني ضروري القسطره مو في كل الحالات مو في كل الحالات. شو الحالات اللي تتجنبون استخدام القسطره دكتور عبد الله؟ الحالات طبعا اللي هي خطوره القسطره فيها كثيره مثلا اذا شخص عنده مشكله في او زياده في سيوله الدم مثلا اذا عمر المريض كبير هاي الحالات نحن نتجنب وفي بعض الحالات تحتاج زراعة بطارية أو زراعة جهاز صادم للقلب مثل هالجهاز هذا الموجود ها طبعا جهاز ينقذ حياة مرضى ها طبعا الشخص اللي عنده رجفان بطين معرض للموت المفاجئ وهالجهاز يعني ينقذ حياة المرضى بهالحجم دكتور بهذا الحجم يزرع؟ نعم هذا طبعا الجهاز اذا تشوفين مثلا تروحين 30 سنه 40 سنه ورا قد يكون قد شو اسمه التلفزيون زين كبير نعم فتم تطوير الجهاز والحين عندنا الجهاز بالحجم هذا. الجهاز هذا يزرع تحت تخدير الموضعي عاده يكون المنطقه هاي
فترة العملية تستمر ما بين النص ساعة للخمسة من دقيقة، والمريض يكون يعني واعي. إيه إيه. تخدير موضعي مثل ما ذكرت، مش يعني كامل. تخدير موضعي نعم. فيتم طبعا زراعة الجهاز هذا تحت الجلد، وفي الجهاز هذا في تقريبا سلكين، يعتمد على نوع الجهاز. هالجهاز فيه سلكين، الأسلاك هاي يتم مدها عن طريق الوريد لين القلب. شو وظيفته دكتور هذا الجهاز؟ الجهاز وظيفته هذا مثلا لا سمح الله القلب دخل في رجفان بطيني أو حالة توقف قلب مفاجئ، الجهاز يشتغل هذا. يعني يعطي مثل نبضة كهربائية ويرجع الكهرباء الطبيعية. نعم. ويشتغل على البطاريات دكتور؟ نعم. كيف نغيرها نعقل؟ هاي البطارية أو متى يحتاج المريض أنه هو يغير البطاريات؟ بالضبط، هاي طبعا يعتمد على مدى الاستخدام. عادة البطارية تستمر لمدة تقريبا 15 سنة أو ممكن أكثر. في حالة أن البطارية بتخلص ممكن تبدل. كيف هو يعرف أن البطارية خلصت؟ التسارع القلب بعد يختلف عنده؟ لا هاي طبعا شو هي المؤشرات؟ المؤشرات ان المريض يجي كل 6 شهور نفحص البطارية، نفحص الدوري، نشوف البطارية كم باقي البطارية. وهذا طبعا الجهاز يعطيك مؤشر يعني دقيق. واضح دقيق، يقول لك والله البطارية بتخلص عقب 3 شهور بعد. متطور الجهاز. متطور الجهاز نعم. وهذا طبعا كل عن طريق يعني الوايرلس يكون. نقول حق المريض مثلا قام يطلع صوت. هي والله يطلع الصوت يساوي. شو معنات هالصوت؟ لا هاي طبعا صوت لانه شو؟ لانه منفصل عن الجسم. نشوفه دكتور مع المشاهدين؟ نعم هذا هو الجهاز. فطلع صوت. يطلع صوت. الهواء، واتوقع كل المشاهدين سمعوا الصوت. نعم. عبارة عن شو؟ الصوت هذا طبعا ان الجهاز الحين منفصل عن الجسم. يعني هذا جهاز حساس جدا. عن طريق الاسلاك وعن طريق هذا يعني الجهاز داخله يعني بروجرام معقد جدا. فيحس متى الكهرباء كهرباء القلب تبدا، فيحس اذا صار تباطؤ الجهاز على طول يلقط هالشيء، اذا صار تسارع الجهاز يلقط هالشيء. فحين هالجهاز لانه برا على الجسم وشغال بعده فيطلع الصوت هذا ويصاوي. يصاوي نعم. دكتور شو هي الارشادات اللي انت توجهها للمريض اللي زرع هالنوع من الاجهزه؟ نعم، مهم جدا المرضى يراجعون الاستشاري القلب بالنسبه للجهاز، لان في فحص دوري بالنسبه للجهاز، ضروري جدا احنا نعرف متى البطاريه بتخلص. يعني هذا سؤال مهم جدا. يعني مثلا اذا حالات مثلا حس المريض انه صار عنده رجفان بطيني بيحس بالكهرباء. فهي الحالات ايضا مثل الصدمه الكهربائيه دكتور عبد الله. نعم، بيحس من الصدمه الكهربائيه، يحس بنغزه. بنغزه نعم. في عندك يقول لك، فيقول ان الجهاز بدا يشتغل. هذا شيء طبيعي طبعا، هذا شغل الجهاز انه يشتغل يوم محتاجينه، يوم يستوي رجفان البطيني ان الجهاز يشتغل، هذا شيء طبيعي جدا. بس ضروري على المريض ان يراجع الطبيب ويتاكد بالنسبه للبطاريه متى بتخلص، بالنسبه للجهاز شغال بشكل طبيعي ولا لا، او في مثلا بعض المرضى يحتاجون ادويه ياخذونها مع الجهاز. مع الجهاز؟ مع الجهاز، في بعض المرضى يحتاجون ادويه ياخذونها الجهاز. نعم. شو الحالات دكتور اللي مرت عليك في العياده او المستشفى وكانوا محتاجين للزراعه لكن في تردد ومن بعد العمليه حسوا بفرق كبير؟ نعم، في مرضى عندهم فشل في القلب، يعني قصور كبير في عضله القلب، وهالقصور مسبب لهم ضيج في النفس، تورم في الريول، ما يقدرون يمشون لمسافات طويلة. فمن خلال تركيب الجهاز صار زيادة في كفاءة القلب بنسبة كبيرة، يعني القلب قوة القلب رجع يعني لمعدل قريب الطبيعي، وتحسنوا بشكل كبير. يعني مثلا قاموا يمشون مسافات أطول، قمنا ننقص نسبة الأدوية اللي عندهم، دخولهم للمستشفى كان أقل بكثير. يعني في بعض الأشخاص هنا كل شهر في المستشفى طايح، عنده تراكم سوائل وعنده ضيج في النفس ويضطر يأخذ أدوية، ويتم أسبوع أسبوعين في المستشفى بس يعطونه دواء. في أي عمر دكتور تزرعون هالأجهزة؟ في كل الأعمار؟ في حتى الصغار؟ الصغار في السن نعم، بس هو أكثر شيء الكبار في السن. يعني أنا ركبت الأشخاص أعمارهم 20 سنة ومثلا، وفي أشخاص ركبت أجهزة نفس هاي عمارهم فوق 80. فالعمار متوافقة يعني. في تدخل جراحي غير انك انت تزرع اجهزه دكتور عبد الله؟ يعتمد على الحاله، في بعض الاشخاص يحتاجون زراعه مثل ماكينه داعمه للقلب.
هاي الأشخاص طبعا أول شيء نركب لهم الجهاز، إذا ما فات الجهاز يحتاجون جهاز تركيب جهاز القلب داعم للقلب. نعم دكتور، كلمة أخيرة توجهها لكل المشاهدين في نهاية اللقاء ونهاية الحلقة فيما يتعلق بصحة القلب بشكل عام. نحن طبعا نقول لهم ضروري جدا أنهم يثقفون أنفسهم، يقرون عن أمراض القلب، والتثقيف مهم جدا، وما شاء الله عليكم أنتم تقومون بجهد جبار. أكيد دكتور، هذا واجبنا في برنامج بلسم، نقدم لهم التوعية من خلال لقاءات نخبط لكم مختصين في كل المجالات المختلفة. ويعني ممتاز جدا التثقيف، ومهم جدا أهم أيضا يقومون بهالدور وينتبهون لأنفسهم، وإذا صار عندهم أعراض مثلا ألم في الصدر، ضيق في النفس، تسارع في القلب، دوخة، مهم جدا أنهم يشوفون الطبيب ويأخذون رأي طبيب، لأن الحين الحمد لله بسبب التقدم التكنولوجي والتقدم في التشخيص والسبل العلاجية صار يعني معظم الأمراض صار العلاج سهل جدا. أكيد، ونسبة النجاح كبيرة، لكن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، لكن المهم جدا أنهم يشوفون يراجعون طبيب يعني بصورة مبكرة. التشخيص المبكر مهم جدا. أكيد. مهم، لأن كل ما تم التشخيص يعني بسرعة كل ما نسبة النجاح العلاج صار أكبر وأكبر. شكرا دكتور على وجودك اليوم معنا في برنامج بلسم، وإن شاء الله لقاءاتنا تتجدد في حلقات جاية. شكرا جزيلا. مشاهدين، انتهت حلقتنا اليوم من برنامج بلسم، وشكرا لكل من تواصل وتفاعل معنا، وتذكروا أن الصحة من أهم النعم اللي أنعم الله بها علينا، فالحمد والشكر لله. نشوفكم على خير باكر في نفس الموعد، دعاة الله.